Hi, grade 4, it's Miss Sandy Nabil. Happy to be with you today. Hope to enjoy your time with me. هنكمل مع بعض Respiratory System, Unit 1, Lesson 1, Respiratory System. هنكمل مع بعض Respiratory System, اتكلمنا عليه قبل كده في Digestive System. وكلمنا عن الديجستيف سيستم بالتفصيل. هنكمل مع بعض الريسبيريتوري سيستم. اول حاجة عندنا في الريسبيريتوري سيستم لازم نعرف what the meaning of respiration process. What the meaning of respiration process يعني عملية التنفس. عملية التنفس هي اللي الإنسان بيقدر ياخد بيها طاقة عشان يكمل مشوار، علشان يكمل شغل، علشان يكمل جري. فهو الريسبيريشن عندنا هي العملية اللي بتخلينا ناخد طاقة من حرق الأكل. عشان كده واحنا بنلعب جيم يقولك يلا احرق معايا، دايما بتسمع الكلمة دي، احرق الدهون، احرق معايا او هات طاقة. كل الكلام ده بنسمعه لو بنلعب لعبة معينة او بنعمل مجهود في البيت. تحس ان انت كده عايز ايه؟ عايز تاكل، تحس ان انت طاقتك خلصت فعايز تاكل، تمام؟ ولو انت صايم بتحس ان انت مش قادر تعمل حاجة، ما عندكش طاقة. فالطاقة بتجيلنا من الاكل، والاكل ده لما بنحرقه جوه جسمنا هو ده الريسبيريشن بروسيس. يبقى الريسبيريشن بروسيس it's a process by which human get energy، يعني البني آدم بيقدر ياخد طاقة from burning digested food. الhuman body get energy from burning digested food by respiration process. يبقى عملية التنفس هو العملية اللي أنا بقدر آخد بيها طاقة من حرق الأكل. Respiratory system عندنا locates يعني موجودة in the chest cavity. Chest cavity عندنا اللي هو الصدر أو thoracic cavity. ممكن نقول chest وممكن نقول thoracic. Both of them are right. هنقول كمان respiratory system. أول حاجة عندنا لازم نعرف إن هو موجود في the chest cavity. وبيعمل عملية respiration process، وهي process we can get energy from burning digested food، باخد طاقة من حرق الأكل. First organ is nose. ما تنساش ان كان first organ في digestive system كان mouth. طب في respiratory system هو النوز. جميل. The first organ in respiratory system هو النوز. Function الأهمية بتاعت النوز، طبعا كلنا عارفين ان النوز بنتنفس بيها، بس احنا كبرنا وبقي نفسنا ربع. لازم تعرف كمان ان ربنا خلق لنا النوز علشان نتنفس بيها وبقنا ناكل بيه. ما ينفعش ان احنا نتنفس من بقنا، ده غلط. ليه؟ لان ربنا خالق في النوز حاجات مهمة قوي بيخليها اهم واحسن للتنفس. زي ايه؟ لان فيها حاجة طبعا فيها هير وفيها ميوكس. طبعا الهير معروفة، كلنا عارفين ان في النوز بتاعنا فيها هير، بس معظمنا ما يعرفش what the meaning of mucus. mucus ده هو الليكويد اللي موجود جوه النوز، والاتنين دول مهمين جدا علشان يعملوا فلتر the air، يعملوا فلتر للاير from dust and microbes. هم ده الهير اللي موجودة جوه النوز هنا، ده اللي بيخلي الهواء يتفلتر. وكلمة فلتر عندنا كلنا عارفينها، يعني بينظف الهواء من اي dust ومن اي microbes. وكمان جوه النوز blood capillaries. blood capillaries عندنا to warm the air. ما ينفعش الهواء لما يجي يخش من مناخيرنا ان هو يخش هواء ساقع، الكلام ده غلط. عشان كده لما بتاخد نفسك من بقك ده ممكن يوجع لك زورك وممكن يعمل لك التهابات وتسخن، تمام؟ لازم لما نيجي نتنفس نتنفس من مناخيرنا، لان النوز lined with mucus and hair، فيها liquid كده وفيها hair بيعمل filter the air from dust and microbes، بينظف الهواء من التراب ومن الميكروبات. وكمان فيها blood capillaries. blood capillaries دي اللي هي ساعات لما بيجي لك برد جامد ساعات بتلاقي نقط دم في منديل. نقط الدم دي بتبقى معنى كده ان في blood capillaries عندك فرقعت، هي دي اللي بيبقى فيها دم. blood capillaries دي بيبقى حاجات صغيرة جوه المناخير بيبقى فيها دم، ودي اهميتها انها warm the air. warm the air يعني بتدفي الهواء اللي هيدخل بعد كده جوه جسمنا. Second, pharynx.
اتكلمنا قبل كده في الفارينكس في الـ digestive system. الفارينكس عندنا هي common cavity، فتحة مشتركة، لإما بتودينا للإسوفيجس في الـ digestive system أو بتودينا للتريكيا في الـ respiratory system. دي الإسوفيجس وإحنا كلنا عارفين إن ده الفارينكس، بعد كده ده الإسوفيجس، وإحنا عارفين قبل كده الإسوفيجس. إن إحنا النهاردة هناخد إن بعد الفارينكس عندنا التريكيا، تمام؟ أول حاجة عندنا آدي عندنا اللي أنا بشاور عليها دي، خلاص دي عندنا الفارينكس فتحة مشتركة، بعد كده اللي جنبها دي التريكيا. لو التريكيا دي مقفولة بينزل الأكل من هنا لهنا للإسوفيجس على طول. يعني آدي التريكيا وآدي الفارينكس، والحتة الغامقة دي شوية اللي أنا بشاور لكم عليها دي اللي هي الإسوفيجس. يبقى دي فتحة مشتركة يتودينا على التريكيا يتودينا على الإسوفيجس. Number 3, trachea. This is trachea. This is trachea. What the meaning of trachea? أو يعني إيه trachea؟ أو هي عبارة عن إيه؟ أول حاجة لازم تعرف إن trachea هي أنبوبة. It's a tube. جميل. فيها cartilaginous ring. يعني إيه cartilaginous ring؟ Cartilaginous ring يعني هي عبارة عن أنبوبة فيها عظم، بس مش عظم جامد. عارفين زي عظم الودان وعظم المناخير. cartilaginous ring دي عبارة عن حلقات، طبعا ring انتوا عارفين يعني خاتم او حلقة، عبارة عن حلقات بس مش من عظم قوي، من عظم ضعيف زي عظم الودان والمناخير. ده اسمه cartilaginous ring اللي هي دي الحلقات دي. ولازم تعرف انها incomplete. incomplete يعني حلقات غير كاملة. طب ليه غير كاملة؟ عشان تفضل التريكيا مفتوحة طول الوقت، عمرها ما تتقفل ونفضل نتنفس على طول، لان طبعا انتوا عارفين لو هي اتقفلت هنموت، فما ينفعش تتقفل. فربنا عاملها cartilaginous ring to keep it open all the time، تفضل مفتوحة طول الوقت. يبقى التريكيا عندنا has cartilaginous ring، فيها حلقات غير كاملة، to keep it open all the time، تفضل مفتوحة طول الوقت، تفضل مفتوحة. بعد كده في عندنا كمان سيليا. السيليا دي بتبقى جوه التريكيا من جوه هنا. انا جبت لكم صوره التريكيا من جوه، هي دي السيليا. السيليا دي زي ما انتم شايفين دي لو في اي حاجه غريبه دخلت جوه التريكيا بتبتدي تطلعها على طول. يبقى السيليا دي تو ايجكت اب داست، عشان تطلع الاتربه او اي سترينج اوبجكت او اي حاجه غريبه. يبقى السيليا دي ايجكت اب داست علشان كمان تطلع اي حاجه غريبه او سترينج اوبجكت. But this is cilia. يبقى خلي بالك ان التريكيا فيها cartilaginous ring، حواليه هي عباره عن cartilaginous ring incomplete طبعا، to keep it open all the time، تفضل تخلي التريكيا طول الوقت مفتوحه. فيها سيليا، السيليا دي eject up dust، هي اللي بتطلع الايه التراب اللي موجود او اي حاجه غريبه جوه الجسم اللي هي strange object. فوق بصوا كده معايا، فوق التريكيا على طول في الحته دي، شايفين الحته دي اللي هي الحنجره بتاعتنا دي، اسمها عندنا لارينكس. دي عندنا اسمها لارينكس. اللارينكس ده بنقول عليه فويس بوكس، صندوق الصوت، علشان احنا بنطلع منه صوتنا. لو جيت تحط صباعك على الحنجره بتاعتك اللي هي اللارينكس هتلاقي كده وانت بتعمل صوت هتلاقي تحس ان في هزه كده، فايبريشن، علشان المكان ده اسمه فويس بوكس، علشان المكان ده صندوق الصوت اسمه فويس بوكس، ده اللي بروديوس ساوند، بيطلع الصوت. يبقى نقول كمان التريكي عندنا عباره عن incomplete cartilaginous ring، حرقات غير كامله، to keep it open all the time، تفضل مفتوحه طول الوقت. وجواها في سيليا، السيليا دي ايجكت داست، بتطلع الاتربه اللي هتدخل جوه التريكيا. والتريكيا فوقيها على طول في حاجة اسمها فويس بوكس، سميناها لارينكس. سميناها لارينكس اهي، لارينكس. لارينكس يبقى التريكيا فوقيها على طول حاجة اسمها لارينكس. اوكي، على طول عندنا فوق الابيكلوتس، فوق سوري اللارينكس، عندنا في حاجه اسمها ابيكلوتس. الابيكلوتس عندنا بصوا كده مع بعض، دي الابيكلوتس. الابيكلوتس عندنا بصوا ايه اللي حصل، انتم ملاحظين ان بصوا اول لما الهواء يخش اهو، الهواء خش فتحت دخلت هنا التريكيا، خلاص. لكن الاكل اللي هو لونه اصفر لما بينزل اهي فتحت للهواء وتقفل على طول اول ما الاكل يخش،
فهمتوا الفكرة؟ يبقى الإبيجلوتس هي بتقفل كلوز تريكيا during يبقى عندنا نقول كمان إن آدي الهواء داخل هنا للتريكيا ولو جي أكل بتقفل على طول. ممكن نقول على الإبيجلوتس function أهمية الإبيجلوتس هي prevent food enter to trachea بتمنع التريكيا إنها تخش بتمنع الفود سوري إن هو يخش التريكيا أو إن هي close during swallowing بتمنع الأكل إنه يخش أثناء البلع. أوكي بعد التريكيا على طول هنلاقي التو برونكاي. نبص مع بعض هنا آدي التريكيا وادي التو برونكاي. يبقى التريكيا عندنا divided بتتقسم لتو برونكاي. التو برونكاي عندنا they are two narrow tubes at bottom of trachea enter to the lungs. يبقى التريكيا عندنا بتتقسم لحاجتين، الحاجتين دول اسمهم تو برونكاي، كل واحدة أو كل برونكاس منهم بيخش على لونج، تمام؟ يبقى آدي أهو البرونكاي، كل برونكاي عندنا بتخش في لونج عشان تديها طبعًا الهواء، يبقى آدي التريكيا، التريكيا دي بتتقسم لتو برونكاي، الواحدة منهم اسمها برونكاس، وبعد كده بتدخل جوه اللونج عشان تديها الهواء. يبقى كل أهمية البرونكاي إنها بتاخد الهواء من التريكيا توديها لللونج ولا أكتر ولا أقل. يبقى آدي الإبيجلوتس شايفينها وهي بتفتح وهي بتقفل لما الأكل يعدي، وآدي البرونكاي قدامكم بعد كده بيروح لللونج. أوكي؟ يبقى كل اللي أخدناه النهاردة النوز، النوز عندنا قلنا إن هو فيه الهير والميوكس، قلنا تو فلترز اير فروم دست، وكمان عندنا جوه النوز بلاد كابيلاريز تو وورم ذا اير. بعد النوز عندنا قلنا إن فيه التريكيا، التريكيا فيها incomplete cartilaginous ring، فيها حلقات غير كاملة تو كيب ات اوبن اول ذا تايم، وبعد كده كمان فيها لارينكس فوقيها على طول. اللارينكس دي بنسميها عندنا احنا فويس بوكس، ممكن تحط ايدك عليها وانت بتسمعني. وعندنا على طول فوق اللارينكس الايبي كلوتس، الايبي كلوتس عندنا prevent food enter to trachea، وبعد التريكيا عندنا بتتقسم لتو برونكاي، كل برونكاس بيخش للونج يديها الهواء. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا معايا الجزء الصغير ده يا سنه رابعه خلاص، واتمنى ان انتوا تكونوا بتذاكروا علشان الامتحانات، والمره الجايه اشوفكم احسن. Thank you and goodbye. كان معاكم مستنزي.